والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين، تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. أمام حضراتكم أهي كل حاجة على الطبيعة. راجل اشترى عجلها والحمى قلعتها وزرقنها. دلوقتي حالا لحقوا ذبحوا. وضحك عليه ولا إيه؟ كان شاري من حد؟ كان شاري سليم. كان شاري سليم من السوق. من السوق جوه. وجه هنا لا بيفرفر. راح جاي ذبح على طول. لحقتوه. لحقوا. يا ريت الناس كل خلي باله يا جماعه، الحمى الكلعيه منتشره في السوق. وادي الزرقان اهو، الزرقان في رجل العجله. حمى كلعيه، حمى كلعيه زرقان. الله، ربنا يعوض عليه بصراحه، ربنا يعوض على صاحب المال ويعوض على. نعم احتمال ما يكونش حمى كلعيه. الزرقان في رجله يا حاج سعاده الباشا، احتمال ما يكونش حمى كلعيه، جاد يكون انقبض، جاد يكون جات له سكته قلبيه على طول. ما الاكل حمى كلعيه انواع، سكته قلبيه و... ماشي. مجرد ما بيقولوا سكته قلبيه بيموت فوري. قناه اصل الريف المصري على اليوتيوب يا حاج. مين يا فندم؟ قناه اصل الريف المصري على اليوتيوب. اه ماشي. بنحاول حضراتكم كل حاجه على الطبيعه.